حكم الفيديو امامنا ستيفان فاد بمساعدة السعودي ياسر السلطان. هذه هي تشكيلة الاتحاد كما ذكرنا سلفا، والان سنمر الى استعراض تشكيلة نادي الاتفاق اللي يلعب بنظام 5-3-2. باولو فيكتور لحراسة المرمى، اذا فارق نقطتين لصالح الاتحاد قبل ضربة البداية، فكيف ستكون الرواية واصل الحكاية؟ كرة اتحادية طويلة خطيرة والتصويب من بنزيما بأوامر أرجنتينية لمارتينو كاياردو. جاك أندري اسكتلندي صخرة الدفاع يتصدى لتصويب اللي ياخذ مكان رافي العتيبي يمين الدفاع ديميراي جري يوزع. تعود الكرة الاتحادية، كرة فرصة حمدان بنزيما التصويب للعب حمدان الشمراني. تعدي الكرة ديميراي جري يوزع. كورونادو يوزع جول لا لصالح نادي الاتحاد. باولو فيكتور العملاق البرازيلي على العارين، هذه الكرة من كريم بنزيما والتصدي الرائع لمارسيل تيسيرو على الخط النهائي للمرمى. امام الايطالي كورونادو الخطورة، عبد الله خطيب بنزيما خاطئة منه عكس الهجوم جوردان اندرزا رائعة التسويب بجانب الحارس جورجينو فيتندوم الهولندي المتحدي بكرة من جوردان اندرسون كاد أن يأتي الهدف الأول لفريق الاتفاق. كويسون تصويب على الدائر المباراة، وهذه كرة رائعة مهند شنقيتي يورم شنقيتي يوزع. يعدي شمراني يوزع. ستيفان جيرارد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جوردان أندرسون يوزع كرة بالراس غريبة. جاك أندري يدخل الشباك والكرة في المدرجات. هذا هو قلب الدفاع اسكتلندي جاك أندري على مستوى القائم الثاني. دخل هو الشباك ولم تدخل الكرة. مرت بسلام على مارسيلو كروي لنادي الاتحاد. ستيفان جيرارد كرة اتحادية، تعدي نونو الثاني كورونادو غريبة رائعة من جري. جول فيجنالدوم الاتفاق متفق عليه بالانتصار في هذا المشوار. اخضر اللون متواج كالبركان يحكم هذا الزمان امام جمهوره. فيجنالدوم يسجل حضوره. فريق جيرارد حجري مصمم على العودة للانتصارات في اصعب الاوقات، والاتحاد يعاين الاذرار خارج الديار. جورجينو فيجنالدوم يغالط مارسيلو كروي وياتي الهدف الاول، المساند الاول في عمليه الهدف اللي وقعه فيجنالدوم. حضور لعبد الله خطيب يعدي كويسون روبن سون يمر كره خطيره
اندرسن بعيدة وطويلة يلتحق بها جري السريع الجامايكي. جري راو يوزع والدفاع اي خطورة للكينج جري. فنيات موهوب كبير مراوغة بعثت بسوين من المنحني في مهب الريح. وين سوين فاته القطار وضاع في هذا النهار في جنالتوب. الهجمة السريعة نادي الانتباه تعدي لكن بعيد على ستيفان جيرارد وكاردو روبين كوينسون وتأمين الدفاع يعدي الشمراني يراوغ يتقدم ويمر ويوزع إلى لي عبد الرزاق حمد الله وتأمين الدفاعي لمارسيل تيسيرا الفرنسي القلب النابض. هذه كورة جول كرة التعادل حمد الله جول الكبرى حاضر بإخراج أرجنتيني أفواه قاتلة من جاك أندري فرق النار. هذه كرة يوزع وكريم ضايعة من فابينو كرة لجراي جراي يسدد بجانب الحارس مارسيلو جراي ولو أن هنالك راية أفواه قاتلة من فابينو. مع مارسيل تيسيران وجاك أندري جاك أندري حط الكرة بالراحة نرجع الكرة لمارسيل تيسيران جراي في الانتظار التسويق قدر جراي الجامايكي فارس مغوار ديميراي جراي قريب من هز شباك مارسيلو جراي. جاك أندري رايح اللقطة التوزيع بالقائمة الثانية لحظات من نار بين الكبار من سيكون الفارس المغوار يوزع التسويق ولكن حمدان الشمراني كورته في الركلة التسونامي اتفاقي لولا مهند الشنقيطي. هل هنالك هدف غدار قبل نهاية المشوار في جدة نادي الخليج ويعلن الحكم الهنغاري توماس بوغنار على نهاية المباراة بتعادل إيجابي 1-1.